السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن نعرض إن شاء الله شوية مغر سكنية، كيف كانوا القدماء يسكنوا في المغر. هاي عندنا مغارة هون، عبارة عن حوش. ببدايتها هون باب الدخول، بعدين طلع مغارة كيف كبيرة مقسمة زي الغرف تقريبا، فيها زي الغرف مكان النوم وغيره زي ما انتم شايفين. هذه المغارة شكلها سكن، لأنه جواها حوش. هاي قريب منها جنبها 7 8 متر، في عنا كرسي منحوت ناحية الصخر. هاي في جرن، احتمال يكون جرن يلوم، يعني كمان بدل انه بيت، في عنا مقصرة. مقصرة هاي ثقب، هاي هو العصير، معناته هذا سكن. بما انه في مقصرة بده يكون عنا غرفة خزين. هاي البيت اللي دخلنا قبل شوي، وهاي حوشه، معناته غرفة خزين. هي لازم يكون عندنا للمعصرة بداية الحوش، في عندنا هون ممكن تكون خزين. شوف شو هاد، خلاص هذه غرفة خزين. هذا بير، بير خزين. ما أظنش يكون بير ماي، ممكن يكون بير ماي بس شكله خزين، لأنه قاعه في الفمه، يعني خزين. المغارة هاي شوف جنبها هون، شوف كمان مفتوحة برضو مغارة سكن. هاي منهم كسرينها فاتحينها، هاي سكن كمان جنبها، وهان برضو خزين. هذا الحوش غرفة سكن كبير والله. هاي غرفة حبيبي سرداب، بودي على غرفة تاني من هناك. سرداب شغل نظامي. والغرفة كمان في انها غرفة تقريبا تشبه ديك، بس هان في سرداب بودي هناك. حاول نطلع من هناك فيك. كمان فتحة من هون سداب على نفس الغرفة، اثنين بودن غرفة تانية، نفس النظام نفس النظام. هاي سداب برضو من هون في قاطع كول. هاي غرفة انا احتمال يكون في بير، انا جرب بس شكله قبر، يعني مدفون هون أو بير، الله أعلم ايش مبين. هاي غرفة من هان الإنارة الزيت الكذا. هذه الغرفة صغيرة ما لنها خزين. نجيب من السرداب هذا، هاي طلعنا من الباب الرئيسي. هذا خوشها، هدول سكن معناته كلهم. شوف ما فيه جنبهم قدام،
في والكل سكن. أي غرفة كمان سكن. خلينا نجيبيه في هناك. النظام هاي لها بوابتين. هاي برضو هدول الإشعال زي اللي شفناهم في المدفن، بس شكله هذاك مستعملين المدفن بعد ما فاتحينه، يعني الأهل القرية وإشي كيف الزمانات، لأنه عاملين يجرون بالشكل هذا هي الإنارة، وعاملين مربط فرس فيه. هاي كمان واحد برضو للإنارة. طبعا احنا فحصناهم كل ما فيهم حاجة، يعني حتى هون عاملين مربط، يعني كاينين، يعني بجوز ها في الأيام هاي مستعملينها، يعني بعد الفترة هاي مستعملينها للخيل، اشي زريبة مع التطور الحداثة يستعملوا هدول زرايب. هاي وزنتها مسكرة. ليش والله بنفحص. هاي عنا هون كمان مرارة برضه سكن. هاي خوشها بنفس النظام، غرفة واحدة كبيرة. هاي هدول بيعملون لهم إنارة نفس الشيء. يا أخي والله تحكي بتسعة وبعشرة وباثناش عرض وطول. أنا في الشي لها الروزن هاي نوارة، ولا هاي وحدي لها. هاي هون كله سكن هون. شوفوا هالمنظر، جبل عادي ولا كأنه في حاجة، يعني هلا بدنا نقرب فيش شي. تعرفوا انه كل المغرب اللي صورتهم في الجبل هذا انطلعوا بيعملوا زي السواتر، طلعوا هون سواتر يعني بالشكل هذا، شايفين سواتر كله هذا سواتر، ما بتبين انه في مغر هون اصلا، يعني من بعيد شوفوا جبل عادي ولا كأنه في اي حاجة ولا كأنه في مغر، في زي السواتر زي هيك هدول بكون عباب المغر وما بتبين، يعني الجبل اي واحد بيجي من الشكة هاي بينكشف لهم. طلع حس هم الشكة هاي لاحظ على المنطقة هاي مش مقابلهم تقريبا بهذا الاتجاه، شو اسمه المقابر، المقابر هنا اللي هي تاعتهم نفس اللي عايشين هون في المنطقة. هاي الجبل احنا مش مبين، وهاي البير تاعهم تاع الدور هاي كل هالمنطقة. هاي هون بير كبير كثير كثير كبير، اللي عايشين في الجبل هذا كله شايفين. هلا هون هون كله شو اسمه القبور بالشقة هاي والسكن هون.